نحن كعوائل شهداء بمدينة الحسكة كتير ارتحنا لما طلع قرار الإدارة الذاتية إنه راح تحاكم مرتزق داعش يلي ارتكبوا جرائم بحق أبناء المنطقة وحتى خارج منطقة شمال شرق سوريا. نحن كإدارة ذاتية كعوائل شهداء نآمن بمبادئ القائد وفلسفته. مبادئ القائد وفلسفته هي أنه يسود السلام والعدل والمساواة بين كل شعوب المناطق، إن كان بشمال شرق سوريا أو سوريا أو سوريا أو الشرق الأوسط والعالم كله. فنحن لما نآمن بهالمبادئ أكيد لازم نكون كتير مرتاحين لقرار الإدارة الذاتية أنه راح تحاكم مرتزق داعش، لأنه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية مو بس بمناطقنا، حتى بشنغال بحق المكون اليزيدي، مكون كان عايش بمنطقته وهو هاجم الدواعش هاجموا مناطقهم، سبوا نسائهم. كعوائل شهداء نتمنى من الإدارة الذاتية تسرع بمحاكمة أفراد مرتزق الداعش، لأنه هذا راح يكون قصاص عادل. أكيد المحكمة راح تكون عادلة وراح يكون لهم الحق انه يكون عندهم محامين، راح كل واحد يدافع عن حاله، لكن مين يثبت انه هو قتل اي انسان باي منطقه لازم يكون القصاص عادل. ونتمنى تكون المحاكمه علنيه، تشارك فيها كل عوائل الشهداء، تشارك فيها امهات وزوجات الشهداء يلي قتلوا على يد مرتزق الداعش. ونحن كاداره وكعوائل شهداء مفروض منا نوقف حد قضائنا، لأنه قضائنا عادل. نحن أمة ديمقراطية، نحن عايشين أخوة شعوب، فأكيد ما رح نظلم أي إنسان، بالعكس نحن مع الحق. ونتمنى من المنظمات العالمية، من حقوق الإنسان، ما ياخذوا أنه محاكمة داعش أنه هي ضد الإنسانية، لأنه هن كانوا عم بيشوفوا الدواعش شو عملوا. آخرة مجزرة سجن غويران يلي كانوا عم يحرقوا الشباب اللي فاتوا على بيوت الناس الآمنة اللي نايمة ببيوتها وقتلوها. مرتزق الداعش هن بعيدين أساساً عن الإنسانية مو بس الدين. نتمنى من المنظمات، من المحاكم الدولية توقف معنا وتدعم قرار الإدارة الذاتية لحتى نتخلص من هالفكرة المتطرف، لأنه هدول مو بس خطر علينا بشمال شرق سوريا، خطر على العالم ككل. أي واحد منهم يطلع بأي بلد كان راح يرتكب نفس المجازر اللي ارتكبها بحقنا. فنحن بما انه هن موجودين عنا وضمن الحجز لازم يوقفوا معنا، بالعكس يجوا ويجيبوا قضاة من عندهم يحاكموا ويساعدونا بمحاكمتهم اذا هن عندهم اي شك بانه نحن مو قادرين انه نحاكم تنظيم داعش. نحن صرنا من 2011 من 2012 ونحن عم نحارب ضد المرتزق الداعش، فأكيد ما رح نظلم حدا. نحن لحد هلأ قواتنا العسكرية لما تفوت على أي منطقة كل واحد ببيته ما تحكي معه، عم تحارب اللي عم يحاربنا. نحن ما طلعنا بريت مناطقنا وحاربنا حدا، نحن عم ندافع عن أرضنا، عم ندافع المحتل يلي هو عم يهجم على أراضينا. ومرتزق الداعش حتى منهم السوريين هن اتطرفوا بفكرهم، إذا يرجعوا لعاداتنا لتقاليدنا لإنسانيتهم أكيد هني بدهم إعادة تأهيل وإصلاح، واللي مو ملطخة إيديه بالدم أكيد المحكمة ما رح تحكم عليه. بس كل إنسان من تنظيم من مرتزق الداعش قتل أي إنسان موجود بأرضنا وخارج أرضنا لازم يكون له قصاص عادل، لحتى أمهات الشهداء يخف جرحهم شوي. لحد هلأ اللي انقتلوا على ايدين مرتزق الداعش امهاتهم لهلا موجوعين، لانه يحسوا ما اخذوا حق ابنهم، لانه لساته اللي قتل ابنهم موجود عم يتنفس عم ياكل عم يشرب، لكن ابنه استشهد ونحط تحت التراب. فنتمنى انه الدول كلها توقف معنا، لانه هدول خطر علينا وعلى العالم ككل. اذا روكي ما شهيد كتل سببها شيء بسببها في داعش بسر بلدي ما تقدرت زاروكي ما شهيد خستن قيزو خورتي ما شهيد خستن زاروكي ما بيدي وبافشتن إيه كا تشج ما تخوازن يعني بدين إسلامتي هات نجمر كا إيه ما أم ما تكس نكشتي ما أم نشون بلدي كسكي ما هيريشي كسكي نكرية ما كس نكشتي أو هاتن بلدي ما بلدي ما خراكرين زاروكي ما كشتين أم دفاع بلدي خودكين أم دفاع أرضي خودكين يعني ما تشتكي غلط نكرية أم دخوازن في محكمة داعش بأسرع وقت
محكمة وان بكن السر دستي دايك الشهيدة قام رايا خطي ببين أم دخوازن خوينا زاروكي خوابستينن أم حقي خو زاروكي خوابستينن جمالي ما خراكرين زاروكي ما شهيد خستين بلدي ما خراكرين كان السر شا أساسي قام جي حقي زاروكي خوابستينن بدستي أنا هاجي الجمع هاي يعني كي دعش شاكر كي داعش خرطكر وشان شمال شرق سوريا داعش او تركي او شاكر او عدمان كوري مجي لاتشبو المانيا بري يعني دسبيكا فيدا شورا الشافي داتشبو المانيا عمري قال كي بتشو بتشو المانيا او هفالي خوان تشو دصالو نيفال المانيا ما صار تلفزيوني دي ولا تي بشي تشو ايدا صالة كي دداما بوشر الفيدا ولا قو زارو كي متكايل ورب قولا ازي فقر مالاتي خو اخا خوا ولا تي مشر ولاتي المانيا جمرنا بزي فجر اخا خو ولاتي خو زي مدافع ولاتي خو بكم اخا خو روكي جروجا اقامه بيرو بهاد فجريا هات على اساس جو زياره جمرجو بس تدين الزياره درو رياسيا كتنا فوالا اول شيء الجزعه ابو حفت ما هال جزعه ما شنقال ايش خوتش ليها فيني بالويده ما ور خلاص مو فرد سبيكر سريك عني اولي سريك عني وحياه بقري سريك عني وخريطه ورقوبه وتلتمر حياه جاي عبد العزيز جاي عبد العزيز شهيد كت الحمد لله من بوش مان سليم اجبروا عم بلند ام قلت لك كيف خوش من اف قرارات در خسيج بو فاندا عشا محكمه بك ام تخوازن محكمه بفي ام تخوازن حكمي واصل دستي مال باتي شهيده سر دستي دايكو بافي شهيده هجني شهيده حكم بفن ام تخوازن حق جوان بي خوستن شا تركي تشيكر وبتبستر ما تشانت والله ما يعني ايه ما يعني بلدي ما مهجومي كسي نكريه وان داعش تركي تشيكر بسر ما تشانت داعش هاد بسر ما هاد زاروكي ما مدافعة يعني بلدي خوكرين هاتن والله الفيدا بلدي ما خراكري زارو كشتين مدني كشتين اختيار كشتين بلدينا تويجي آلي ما بين آلي ما بكين أمبان وان دكين أوجي قرارة إدارة ذاتي أوجي وك يعني آلي وان بين جم خوا يا وان يا حكم بكين يعني يا وان بفن جم خوا يا حكم بكين أم تخوازن أفجي أبدأ عشان أجي الفيدا أمجي وقت خطرك كده بلدي ما تخطري دي متخوازن افدح شناش فيدا درح نحكم بفن حكمي خو بخن متخوازن حكمي عدامي والله الوان بفن يعني تحقي وان دي افدح شنا بنا في دين اسلامي هاتني بس تشتكيش اسلامي في عمناكن الولاتي خو بن حياش ما بيو امي امي اخا خو دا بن امي الولاتي خو بن امي دو خطا شهيدي خو بن بشتا شرفاني خو بن مقدايك الشهيدة حياش ما بي حيا نقطة داوي